أستاذ، آخر سؤال للأستاذ عبد العزيز الربيعي من عكاظ. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم وكل السلام. عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. كمواطن سعودي يحق لي أن أفخر بقيادتي وطني وأبناء وبنات هذا الوطن الذين رسموا أجمل الصور لخدمة الحجاج وضيوف بيت الله الحرام. سؤالي سيدي، وسط منظومة أمنية بلا حوادث ولا أوبئة ولا تدافع، يشرف على هذه أو يقدم هذه الخدمات شباب وبنات وشابات هذا الوطن. سؤالي، كيف يرى سموكم الكريم أو يقيم خدمة فتيات وشباب هذا الوطن التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن سواء في المشاعر المقدسة أو على مداخل المملكة العربية السعودية؟ شكرا سيدي. شكرا لك الذي أعطيتنا هذه الفرصة لأعبر عن مدى اعتزازي وافتخاري وتقديري لكل مواطن سعودي ساهم ويساهم في نجاح الحج سواء في هذا العام أو في الأعوام السابقة أو في الأعوام القادمة إن شاء الله. يعني الحقيقة ما يقدمه وخصوصا فئة الشباب السعودية والمتطوعون كذلك، فهذه الخدمة التي يقوم بها الإنسان السعودي في هذا المجال وفي هذه الأيام المباركة مصدر فخر لكل سعودي ومصدر اعتزاز، وأنا متأكد أنني أتحدث باسمي وباسم كل زملائي المشرفون على هذه الخدمة في هذه الأماكن المقدسة وفي هذه الأيام المباركة، لأننا نفخر بإخواننا وأخواتنا الذين يساهمون معنا سواء من داخل الكادر الحكومي أو من خارجه من المتطوعين، إنهم يضربون المثل الأعلى. وأخص الحقيقة بوجه خاص رجال الأمن الذين فاقوا كل التوقعات والذين أصبحوا يعني مجال اعتزاز وفخر لكل سعودي أمام العالم أجمع. يعني نحن لا نستطيع أن نتغافل عن هذه الصور الرائعة التي تنقل عن رجل الأمن السعودي وهو يساعد الحجاج الكبار في السن والأطفال والنساء في أداء مهماتهم. هذا ليس بغريب على إنسان سعودي دستوره القرآن ورايته كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ونهجه السنة النبوية. هذا ليس بغريب عليه أن يكون على هذا المستوى من الأخلاق، وهو مفروض عليه إسلاميا أن يكون بهذه الصفة وأن يترفع عن كل صغيرة لا تتناسب والأخلاق الإسلامية والشخصية الإسلامية التي يتمثل بها الإنسان السعودي. هنيئا للمملكة برجالها ونسائها، وهنيئا لهم بهذا الوطن وهذه الدولة التي تحكم شريعة الله على عباد الله. وشكرا لكم وكل عام إن شاء الله وأنتم بخير.